ساعة انتصار تاع اليوم. نورمالمون اليوم الكناس كان باش يحكم في القضية في الكاساسيون تاع القضية تندونغ. المكتب التسييري تاع نجم رياض السياحلي طلب بالتوخير بأسبوع. علاش بالكش بالحكاية هذه؟ الأمور الدارية شوف معهم باهي. قول لي زيد روجي قاعد في الإطوال ولا لا؟ إن شاء الله قاعد. ثم بديت المفاوضات معاه عطاه لاكور بتاعه ومازال ان شاء الله يقعد. روجي يخدم بالكيف. انت لازمك تعرف روجي راه يخدم بالكيف، ماشي حكايه راه لا فلوس ماديه ولا حد شيء، يخدم بالكيف. كلقى روحه مرتاح وظروف العائليه تسمح له باش يكمل مع ليطوال يكمل معنا، كان الظروف ما تسمحلوش باش يمشي يمشي. اما راهو روجي راهو يدخل في ديسكوس مادام يوريني في جمعيه لازم ياخذ قاعده، مادام يوريني في جمعيه ما ياخذ حتى كونتاكت مع حتى جمعيه اخرى حتى لو كانت فيديراسيون. اخر سؤال زياد باش الناس الكل تفهم بالكدا، اسكو روجي هو اللي فرض من الاول 6 شهور ولا ليطوال هي اللي فرض 6 شهور؟ هو اللي فرض 6 شهور. دونك لو شوا سي لوي دو لو فير، وكيما قلت انت ديما شوا سي سون بيان يغسخ على. اوكي ميرسي زياد.